نظم مساء أمس حزب السلام من أجل الوطن ندوة تحت عنوان أثر التغيرات الدولية على العلاقات الخارجية التشادية، كان ذلك بحضور مناضلي الحزب والمدعوين عز الدين الأمين نصر. بعد انطلاقة أنشطته رسميا مطلع نوفمبر الماضي، بدأ حزب السلام من أجل الوطن بترجمة أهدافه السياسية على أرض الواقع من خلال إقامته للندوات والمؤتمرات التي تتناول القضايا المحلية والإقليمية ومعالجتها بما يقتضيه الواقع السياسي. وفي هذا السياق جاءت هذه الندوة التي أقامها الحزب والتي حملت عنوان أثر المتغيرات الدولية على العلاقات الخارجية التشادية. المتغيرات الدولية هي مجموعة من المستجدات، أي أشياء ناتجة جديدة نتيجة للممارسات. إذن هي مجموعة من المستجدات التي تنتهجها أو تنتجها الممارسة الدولية من قبل أشخاص القانون الدولي الطبيعيين والاعتباريين على حد سواء، والتي تحيط بالعلاقات الدولية وتؤثر على مسارها. إذن مفهوم هذه المتغيرات يتعلق بالممارسة الدولية. فيما تحدث في المحور الثاني من الندوة الدكتور محمد صالح إدريس متناولا أثر المتغيرات الدولية على الوضع الداخلي، بما في ذلك الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، معددا بعض الحلول التي يجب اتباعها لتجاوز المرحلة الراهنة. أما المحور الثالث والأخير فقد تعلق بأثر الأزمة الخارجية على المصالح التشادية، تناوله الأستاذ محمد صالح الغالي، والذي أبرز فيه مدى التأثيرات التي نتجت عن الأزمة ولحقت ببعض دول إفريقيا فضلا عن تشاد التي تربطها بعض المصالح. هذا وقد شهدت الندوة مداخلات واستفسارات وخرجت بنتائج وتوصيات من شأنها الإسهام في تجاوز بعض المتغيرات سواء كانت سياسية أو اقتصادية. وضع الأمين التنفيذي لحزب الحركة الوطنية للإنقاذ بإقليم قيراء وضع حجر أساس بناء مقر الحزب بمدينة مونغو عاصمة الإقليم. المناسبة شهدت حضورا كبيرا من قبل المناضلين. عاش أحمد دكي. بحضور عدد من المسؤولين السياسيين والإداريين بمدينة مونغو حاضرة إقليم قيراء، جاءت مناسبة وضع حجر أساس لبناء المقر الجديد لحزب الحركة الوطنية للإنقاذ، والذي يتوسط مدينة مونغو وسيتحمل تكلفة بناء هذا المشروع المناضل محمد جبرين جار النبي، عضو المكتب السياسي الوطني ورجل الأعمال، حيث قال في كلمته بهذه المناسبة: إن الحركة الوطنية للإنقاذ حزب جامع وكبير على المستوى الوطني، يستحق إنشاء مقرا خاصا به، وذلك لممارسة الأنشطة السياسية بهدف تحقيق وتوطيد الديمقراطية ودعم المسيرة الإنمائية في كافة المجالات التي يتطلع إليها الرئيس المؤسس للحزب. من ناحيته الأمين التنفيذي لحزب الحركة الوطنية بإقليم قيراء محمد جمعة عبكر أثنى على المبادرة التي قام بها المناضل محمد جبرين جار النبي، مؤكدا أن بناء هذا المقر سيكون إطارا للتبادل السياسي من أجل خدمة الحزب ودعم سياسة القيادة العليا بالبلاد. يشار إلى أن المقر الجديد لحزب الحركة الوطنية للإنقاذ بمدينة مونغو سيضم عدة مرافق وتستغرق مدة بنائه 6 أشهر على حسب المهندس.